السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا طلابي طلاب الصف الخامس الابتدائي. نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى في درس الأول من الوحدة الرابعة، النمو السكاني في شبه الجزيرة العربية. ما المقصود بالسكان؟ هم جماعة من الناس يسكنون في منطقة معينة تربطهم روابط متعددة، مثل روابط العصبية والدم واللغة والدين والتاريخ المشترك. ننظر أمامنا إلى هذا الشكل، رقم واحد يمثل تطور عدد سكان شبه الجزيرة العربية من 1980 حتى 2019. كنا في الماضي 22 مليون حتى وصلنا إلى 86.8 مليون. إذن هناك زيادة ملحوظة في هذه البلاد شبه الجزيرة العربية. من خلال الشكل البياني السابق أجب عما يأتي: عدد سكان في شبه الجزيرة العربية 1980 22 مليون نسمة، عدد سكان شبه الجزيرة العربية عام 2019 86.8 مليون. احسب مقدار الزيادة، إذن لدينا زيادة 64.8 مليون نسمة، هناك زيادة واضحة في هذه الفترة الزمنية. طيب، هناك نمو سكاني وتركيب عمري والزيادة الطبيعية. من خلال التعريفات أستطيع أن أصلها: ارتفاع أعداد المواليد وانخفاض أعداد الوفيات. ارتفاع وانخفاض تسمى ارتفاع المواليد وانخفاض الوفيات الزيادة الطبيعية. نعم، توزيع السكان على فئات أعمارهم، أعمارهم موجود الكلمة، التركيب العمري، مقدار الزيادة الطبيعية وغير الطبيعية، هي أكيد زيادة طبيعية وغير طبيعية، إذن هو النمو السكاني. طيب، هذه الدول التي أمامنا يوضح الدول: قطر، الإمارات، البحرين، السعودية، عمان، الكويت، اليمن. هناك أكبر دولة بها سكان السعودية، هناك أصغر دولة بها سكان وهي البحرين، تأتي في المركز الثاني بعد السعودية هي دولة اليمن. هيا بنا من خلال قراءتنا وتحليلنا الجدول ننظر: أكثر دول شبه الجزيرة العربية أكيد سكانا من السعودية. الدول التي يزيد على سكانها عن 20 مليون: 1 السعودية، 2 اليمن. مقدار الزيادة في عدد سكان دولة قطر، ننظر إليها: 2.2 مليون في دولة قطر من 2000 حتى 2019. ما الدولة التي سجلت أقل عدد سكان؟ إذن صغيرة المساحة وأعداد سكان قليلة وهي دولة البحرين. هيا بنا إلى شيء مهم جدا نرجع به مرة أخرى حتى لا ننسى: العوامل المؤثرة في نمو السكان، الزيادة الطبيعية والزيادة الغير طبيعية. الزيادة الطبيعية الفرق ما بين المواليد والوفيات. الزيادة الغير طبيعية تتمثل في الهجرة، كلمة هنا الهجرة هي التي تكون زيادة غير طبيعية. نعم، تركيب السكان هناك نوعين: التركيب العمري والتركيب النوعي. العمري من خلال اسمها تبان، تظهر أين أعمارهم كيف تقسم، النوعي إما ذكر أو أنثى. طيب، حسب فئات العمر تصنف السكان، حسب فئات العمر. التركيب حسب النوع إلى ذكور وإناث. هيا بنا إلى صفحة 95 من خلال القراءة ننظر: أكبر من 65 سنة نسبة قليلة، أقل من 15 سنة ننظر إليها حوالي كم معنا 22.7%. الأكثر وهم فئة الشباب تمثل كم 75.1%. من خلال الجدول نستنتج أن أكثر أعداد هم الشباب، أقل أعداد هم كبار السن، المتوسط هم الأطفال. 1 كبار السن، 2 الأطفال، 3 كبار السن.
هيا بنا، ارتفاع نسبة فئات الشباب من سن كم إلى كم؟ 15 65، نسبتهم كم؟ 75.1. انخفاض نسبة كبار السن من 65 فما فوق، تبلغ كم؟ 2.2 من جملة سكان شبه الجزيرة العربية. الأطفال أقل من 15 سنة نسبتهم 22.7 من جملة سكان شبه الجزيرة العربية. طيب، وضح التركيب العمري لسكان شبه الجزيرة العربية. ارتفاع نسبة الشباب حيث بلغ كم؟ 75.1%. انخفاض نسبة كبار السن تبلغ 2.2، هم الشباب أكثرهم والكبار أقلهم والمتوسط هم الأطفال. نعم، ليه؟ نسبتهم كم؟ 22.7. هناك التركيب النوعي، ذكرنا إما أن يكون ذكور إما أن يكون إناث. الذكور 60% والإناث 40%. نعم، كم تبلغ نسبة الذكور؟ 60. كم تبلغ نسبة الإناث؟ 40. لماذا تعد اليمن أقل دول شبه الجزيرة العربية انخفاضا في نسبة الذكور؟ نتذكر كلمتين هم الحروب والهجرة، الهجرة العمل وكذلك الحروب في السنوات الأخيرة، هجرة وحروب. أحسن الله إليكم، وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.